لازم ان القربان يكون مميز عشان ما تشعرش انه حاجة زي الاكل الخبز العادي. لازم يكون ايه؟ مميز. لانك انت لما تجيب اي خبزة من الشارع ويصلوا عليها انت مش هتشعر بقيمة السر الالهي. ففي حاجات كتيرة من بتاعة ربنا لازم بتكون مميزة. ولذلك مثلا في العهد القديم لما تكلم عن البخور ومواد البخور قال ما تعملش بخور زيه في بيتك، يعني يكون بتاع الكنيسة بتاع الهيكل مميز عن الباقي كله. فمش معقول ان يصلى على خبز عادي من اللي بيتباع في السوق، لازم بيكون مميز. كمان خبز القربان بنعمل عليه رسومات وكلام مكتوب عليه أجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس السناتوس قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت لا يموت. وطبعا ما فيش خبز من بتاع العالم مكتوب عليه كده، ومرشوم بطريقة خاصة، وبيتقسم القربان بطريقة خاصة تتفق مع الرسم اللي موجود على القربانة. وكمان مبختش، كلمة مبختش يعني متخرم 5 خروم رمز لجراحات السيد المسيح. فلازم يكون خبز مميز، خبز مختوم بكلام تمجيد، رسمة معينة، خروم معينة إلى آخره.